تنفرد السلطنة بتراث حضاري وتاريخي عريق، أو بثقافة غنية خصبة متأصلة، وموروثات أصيلة تعكس مدى ارتباط الإنسان العماني ببيئته ومجتمعه. وعمان التي دخلت في الإسلام طوعاً، كان لأبنائها السبق في نشر الدين الإسلامي القائم على التسامح والمحبة والأخوة. ويقوم العمانيون في مناسبات الأعياد بالخروج في جموع كبيرة إلى المصلى لأداء صلاة العيد كأول شعائر العيد، ويكثرون من التهليل والتسبيح والتكبير. Thank you.
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر 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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة متصلة بالغدو والآصال وأشهد أن محمدا عبده المختار من الخلائق وبعد أداء الشعائر يتوجهون إلى ذبح الأضاحي ويحرصون على صلة الأرحام والالتقاء في المجالس العامة والخاصة لتبادل التهاني وممارسة مختلف العادات والتقاليد المتوارثة طيلة أيام العيد المتبقية. وعندما كانت للعيد نكهته الخاصة وفرحته، فإن العمانيين يسعون خلال تلك الأيام إلى إبراز القيم والعادات التي توارثوها جيلاً بعد جيل، ينقلونها إلى أبنائهم ويؤسسون الأجيال التي تحافظ عليها ويرسخونها في نفوسهم. وفي الوقت الذي يعظم فيه العمانيون شعائر تلك الأيام المباركة ويسعون خلالها إلى التواصل والتكاتف مع أفراد مجتمعهم، فإن جميع مراسم وعادات العيد العمانية تؤكد تلك القيم والميزات التي تعني التسامح والتراحم والإخاء والتعاضد.
وتعد السبلة العمانية أو المجالس مكاناً مهماً للحفاظ على النسق الاجتماعي، وتعد مكاناً ينبض بالحياة خاصة في مناسبات الأعياد والأفراح، حيث يجتمع الناس للالتقاء وتبادل التهاني وتناول الوجبات الاجتماعية. ويقسم لحم العيد سواء من المواشي أو الأبقار أو الجمال بعد تنظيفها إلى عدة أقسام. حيث يقوم البعض بتقطيعها إلى قطع صغيرة لإعداد وجبة المقلي أو القلية، وهي أول وجبة من اللحم، فقط مضاف إليها البهارات والبصل والثوم. تأكلها الأسرة العمانية في العيد بعد ذبح الأضحية، وأحياناً مع الخبز العماني مضافاً إليه في بعض الولايات السمن البلدي والعسل. كما يتم تقطيع بعض اللحم لإعداد المشاكيك. حيث يتم إدخال قطع اللحم في عيدان من سعف النخيل مجهزة ومبراة خصيصا لهذه الوجبة. Thank you.
بينما يقطع البعض اللحم قطعا كبيرة لإعداد لحم الشواء الذي له طقوسا خاصة وطويلة، يترقب الجميع استخراجها من التنور ناضجة على نار هادئة ومجهزة بوصفات تكاد تكون خاصة لكل منزل لتعطي طعما مميزا. ويتطلب إعداد الشواء أو المطبي بعد تقطيع اللحم حسب الرغبة قطعا متوسطة أو كبيرة، ووضع البهارات عليه والمكونة من عدة أصناف يتم خلطها بعناية تامة وتسمى التبزيرة. ويوضع اللحم بعد تبزيره وقيام بعضهم بلفه بورق الموز اليابس أو الأخضر في أوعية خاصة صنع أغلبها من سعف النخيل تسمى الخصفة، أو في أوعية معدنية. ويتم إشعال تنور الشواء، وهو عبارة عن حفرة مجهزة جيداً في الأرض وبمقاسات مختلفة، وتقام بين الأحياء السكنية أو بعيداً عن المنازل من جذوع النخيل ومن حطب أشجار السمر أو الغاف أو القرط حتى يتحول إلى جمر. حيث يجتمع الأهالي بعد صلاة العصر أو في أوقات أخرى محددة عند التنور، وهي حفرة الشواء، ويتم إلقاء أوعية الشواء واحدة تلو الأخرى، ثم يدفن ويحكم إغلاق الحفرة ليظل اللحم مدفونا لساعات طويلة، وبعضها لمدة يوم أو يومين حتى ينضج حسب ما جرت عليه عادات الناس وتقديرهم لحاجات اللحم من وقت لينضج.
ويتم استخراج اللحم بعد ذلك بطريقة مرتبة وترقب من الجميع ليؤكل مع الأرز أو مع الخبز والعسل، ويقدم كذلك للضيوف خلال زيارات تبادل تهاني العيد.